السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات عائشة. مرحبا بجميع الأخوات، مرحبا بجميع المشاهدين، مرحبا كاع بالناس الجدد اللي دخلوا، مرحبا بهم وجات عينهم على القناة، كنرحب بهم وكنتمنى الجميع يتابعونا في لاشين ويخلينا التعليقات ويجربوا الوصفات، وكنتمنى يا ربي يكونوا كلهم ناجحين. الوصفة ديال هذا الفيديو هي كيف ما كتشوفوا، هذه وصفة تجميلية، وصفة للوجه، وصفة رائعة مجربة عدة مرات. هي كنقدمها، عندي واحد العنصر هنا بدلته، انا غادي نشرح لكم. في هذه الوصفه عندي هنا بيضه، هذه بيضه عندي روميه، ولكن من الاحسن ديروا بيضه بلديه، والا ما كانتش عندكم بلديه متوفره كيف ما انا، ديروا بيضه روميه ماشي مشكل. راني مجربها حتى بالبيض الرومي، راني درتها وعاودت، ووصفه رائعه للوجه، كتعطي نضاره، كي الوجه كيتجبد وكتعطي نظره زوينه، كيطلع يعني كي الدم كيتمشى في الوجه وكتخفف التجاعيد. وصفه مجربه عندي كيف ما قلت لكم، بيضه روميه، بيضه ماشي روميه كيف ما كانت، البيضه اللي عندكم اللي متوفر. عندي هنا نص معلقه ديال الحمراء او الحمامر او النخاله الرقيقه كيف ما هادو هما الاسماء اللي عارفه انا، حنا كنقولوا لها الحمراء او النخاله الرقيقه. كيف كاين اللي كيقول لها الحمامر، كلها شنو كيقول لها، ها انتم كيف ما كتشوفوا هاد النخاله، هادي راه حنا كنبقاو نديروها في الخبز. هي هادي عندي هنا نص معلقه كبيره، وعندي هنا معلقه ديال الحليب، هذا هو العنصر اللي قلت لكم بدلت. نورمالمون كنت كندير انا قطرات ديال الحامض، ولكن سمعت المختصين كيقول لك نحاولوا نبعدوا الحامض على وجهنا، لان كيساهم في داك لي بوان نواغ، الا تعرضنا للشمس كيخرجوا لنا لي بوان نواغ في الوجه ديالنا. ولهذا بدلته بالحليب، وراني جربته بالحليب كيعطي نتيجه زوينه بزاف. دابا غادي غنشرح لكم هاد البيضه، ماشي غنديروها كلها. هنا عندنا جوج اقتراحات. الاقتراح الاول، انا كندير صفر البيض، لان كيوال مني صفر البيض اللي البشره ديالو ناشفه يدير الصفر بيضه، الصفر ما يديرش الابيض، اللي البشره ديالو كيف ما كنقولوا جافه او شاحته او كيف ما كلها وكشنو كيسميها، غادي يدير الصفار ديال البيضه، واللي البشره ديالو دهنيه غيدير الابيض، غيدير الابيض ديال البيضه. كنتمنى يكون الشرح مفهوم. صافي هادشي اللي كاين، غادي ندير الصفار ديال البيضه، غنزيد مع هاد نص معلقه ديال النخاله الرقيقه او الحمراء، وهاد المعلقه ديال الحليب. هاد الحليب راه ما فيهش السكر، راني طيبته غليته وما فيهش السكر، من الاحسن من الافضل ما نديروش فيه السكر. في الاول سهله الطريقه، سهله، كنخويو هاد الحمراء بحال هكذا او النخاله، كنحاول نفصل هاد الصفار ديال البيض. انا غادي ندير الصفار ديال البيض، هانتم كيف ما كتشوفوا كنديروا له، كنحاولوا نفرزوه بهاد الطريقه هادي، هانتم كيف ما كتشوفوا البياض ها هو نزل لي لتحت، والصفار هو هذا، هانتم غندير دابا غادي نخلط مزيان بحال هكذا. تخلط لي هكذا مزيان، هاد غنحيد دابا هاد البيض هكذا، نقرب لكم هكذا باش تشوفوا مزيان بحال هكذا، وغادي نبدا نخلط. قبل ما نضيف الحليب غادي نمعس مزيان هاد الصفر ديال البيض باش كيتسلق مع داك النخاله مفيده للوجه. يعني كيهضروا عليها المختصين، راها زوينه بزاف،
يعني الفوائد ديالها لا بالنسبة للماكلة ولا بالنسبة للتجميل، هي مفيدة جدا. كندير هاد المعلقة ديال الحليب، هانتم راها معلقة، هادي كبيرة راها معبور، هانتم هادي راها معلقة راني عابراها صافي. وكنخلط كنخلط هكذا كنخلط. اللي بغى ينقص من الحليب او سابق له، يعني الحليب ما كيوالموش ولا شي حاجه بحال هكا، يدير قطرات ديال مورد. اللي ما كيتمشيش البشره ديالو مع الحليب اما ينقص اما يدير قطرات ديال مورد. فاش يدير قطرات ديال مورد غادي يخلط بنفس الطريقه هكذا، يخلط وكنبداو نهزو هكا ونطبقو على الوجه ديالنا بحال هكذا بحال هكذا. كنحاولو نخليو بحال هكا، يعني ماشي غير بحال اللي كندهنو، كننزلو هكذا كيجي باين هكذا على الوجه ديالنا بحال هكذا. كيف ما كتشوفو كنتمنى الفكره تكون وصلت. هانتوم كنطبقو هكذا على الوجه ديالنا بحال هكذا، وكنخليوه حتى كينشف. منين كينشف ماشي غير ينشف، يعني كينشف هكذا كيبان، ملي كنقيسو في الوجه ديالنا كتبان لك البشره ديالك هكذا يبست، ماشي غير نشفت شويه وهي رطبه، لا كنخليوه حتى كنحسو به هكذا يبس، وباش كيعطي النتيجه كتكون هكذاك واحد 20 دقيقه. وكنحيدوه، كنحاولو في الاول كنرطبوه بميه، كنمشيو للافابو وكنرطبوه بميه دافيه هكذا الوجه ديالنا، نرطبوه بحال هكذا، ونبداو وناخدو بحال هكذا. ملي كنرطبوه كناخدو بحال هكا هاد البابيون هكا ديال الكوزينه بحال هكذا، ونحاولو نمسحو هاد النخاله بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وعاد داك الساعه نغسلوا الوجه ديالنا. هانتم كتشوفوا يعني ما كملاش حتى دقيقه، هانتم كتشوفوا النظره اللي عطى اليد، هانتم كتشوفوا كيعطي واحد النظره رائعه. كنصح بهاد الوصفه تستعمل مره في السيمانه، كل سيمانه واحد الوقيت نعطيوه لراسنا ونستعملوه. اللي مجربه انا كنخليه مده 20 دقيقه وكيعطي نتيجه هائله. كنتمنى تجربوه من بعد ما تغسلوا الوجه ديالكم وتنشفوه مزيان، كديروا الكريم المعتمد عندكم مرطب، وكنتمنى يعطيكم هذا الشيء نتيجه. وشكرا على المتابعه، ما تنساوش تخليونا التعاليق ديالكم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.